باسم يعقوب القوداري رحب جميع الموجودين بهالليلة الحلوة، ليلة عيد الميلاد. باسمي اسم الفرقة الموسيقية رحب فيكم جميعا كلكم، وإن شاء الله تقضوا الوقت ممتع معنا، وأهلا وسهلا فيكم، وكل عام وأنتم بخير. أنا أقول يوم سهرتنا حلوة، سهرة طربية.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
ضيف عزيز من ألمانيا، الدكتور جبرة شيعة. أهلا وسهلا فيه على المسرح. جبرة شيعة أهلا وسهلا فيه، فرصة سعيدة نشرف فيك. أهلا وسهلا فيه. خمشو شلومو الكلخون احاي وحبيباي شلومو سريويه لوعا مصريويه كولا بدبريزو كولا شلومو سريويه لو عائلة بيت بلقو كولا شلومو سريويه لو سوليزان الفنان السرياني يعقوب بلقو. طبعا هاي السلام السرياني سلامنا هو، لذلك نحن قدمت انا بالسرياني شلومو، هي السلام السرياني، سلام سرياني لكلياتنا لكل الحضور، واهلا وسهلا فيكم. وانا اشكر صديقنا وحبيبنا فناننا السرياني يعقوب بلقو انه طلب انه احكي كلمتين عن الاقل عن العلاقه اللي كانت بيناتنا واللي اعرفها عنه. يعقوب بلقو طبعا في قرابه اهليتيه يصير ابن خالنا، لذلك كنا نعرف بعض من الصغر رغم انه في سنتين فرق بيناتنا من الطفوله لما كنا نشوف بعض بالمدرسه وكل هالحياه. ولكن يعقوب بلقو انا تركته بال 75 وترك ديريك بال 75، ولكن انا دائما كنت باتصال مع شعبنا مع بلدنا، بالاخص بعد ما اجيت انا هون الى المانيا وزياراتي الى السويد ولقائي مع يعقوب، ونحن في موقع كولان سوريا يمكن اللي يعرفوا عملنا لقاء خاص مع فناننا السرياني يعقوب بلقو، ووقتها حكى لنا على حياته الطويله، لذلك راح اتذكر هيك بعض الشغلات اللي حكى لي اياها. طبعا الكل اللي يعرفوه اللي كانوا في دياريك، يعقوب مع اخوته خسروا ابوهم وهن صغار، مثل ما انا ايضا كمان خسرت والدي وانا صغير، بس ولكن يعقوب بلقو مع اخوته مع امه، اول كمان مقدم تحيه لامه اللي ربطهم بهالتربيه وخيمتهم بهالتربيه اللي قام توصلها. طبعا كلياتنا لما نعرف لما الاب ما يكون موجود ممكن يكون الاطفال يتشردوا ويصيروا ويطلعوا غير غير، ولكن هل حمامه او هل الام اللي احتضنتهم وهل الفكر الاولاد اللي قاموا فيه وتعلموا وتربوا وشافوا انه لازم يكون عندنا مستقبل كويس. ولكن مثل ما قالنا يعقوب اخذ طريق الفن، طريق انه بده يعمل مستقبل، يصنع مستقبل بيده، يصنع حياه جديده. راح مثل ما عرفت راح على القامشلي وعند فناننا المرحوم الفنان السرياني جان كارا وتعلم عنده واخذ بعض المعلومات طبعا، وبعد ما اجى فتح محل اعلانات ورسم و و و وانتم بتعرفوه اكيد اكثر مني لانه عشت معه اللي كانوا مديرين طبعا، وشافوا لوحات وشافوا الاعلانات اللي كان يعملها. طبعا هذا الشيء مهما كان هو قليل بالنسبه للفن، لانه الفن شيء كبير هو واسع. اجى لهون راح درس ضحى في وقته في ماله انه يتعلم حتى يصنع مستقبل جديد له. راح على ايطاليا تعلم الفن، تعلم فنان، التقى بفنانين كبار وتعلم منهم مدارس جديده، وبدا فتح عنده هالمحل اللي تعرفوه انتم محل فن. هو كمان ما لازم ننسى انه انا عده كنائس مثلا التقيت واشوف تحت الاسم او لما اسال اللوحه هاي من اين، انه هاي من لوحه الفنان يعقوب بلقو. هذا الشيء يرفع الراس، وهيك لازم نحن
هالشيء هو يرفع رأسنا، لأنه لما الإنسان يقدم شيء لشعبه لكنيسته هذا هو الكنز اللي اليوم اللي نعرفه العيد السعيد عيد ميلاد يسوع المسيح، لما علمنا قال اكنزوا لكم كنوزا في السماء. إذا يعقوب عم يكنز طبعا كل واحد مننا، كل خدمة هي هذا هو الكنز اللي نحن نكنزه لمستقبلنا للحياة الثانية. إذا هالأعمال اللي عم تشوفوها في الكنائس بالأعمال إلى جانب الخدمة اللي عم يخدمها للشباب أكيد لجماعته، ونحن أيضا في كولان سريوية قبل سنة ونص اللي عرفت منه كمان لما عملنا في هاي الصالة حفلة وكان من الأكبر الناس اللي قدموا تبرع وقدموا عمل فني به كان من اللوحات لكولا سريوية. هذا كمان نحن نشكره أولا باسمي وباسم أعضاء كولا سريوية، كمان نشكره كثير على هالتبرع وهاللي قدمته هالشي اللي عملته لنا. طبعا أكيد يعني ما في أي إنسان أعرف، لأنه من ضمني أنا كمان لما رحت عنده بدي يعمل شغلة صغيرة أكيد مو بس انه مو ياخذ مصاري حتى يكمل على شيء اللي طلب الانسان اللي يطلبه. هالشيء هذا نفتخر فيه كثير انه نحن هيك ناس شباب نريد نحن نكون نقدم بدون ما نفكر انه ناخذ. وهذا الاخذ هو اين؟ هل اليوم هالجمعه اللي تشوفوها كلياتها هاي هي فخر لإله انه الناس كلياتها تكون موجوده تشكره وتقول له كل عام وانت بخير في هاي اليوم عيد ميلاد الـ50؟ طبعا ما راح احكي اكثر انه الا اطلب من اليوم اللي كان هو عيد ميلاد ربنا يسوع المسيح ملك السلام، نطلب انه من هذا الطفل المغاره اليوم انه يرفرف هيك سلامه على كل الحضور هون وعلى كل ابناء شعبنا في كل مكان وعلى العالم كله، انه يكون يحط المحبه والسلام والامن في كل مناطق العالم وبالاخص نحن في بلدنا سوريا وطننا الحبيب، انه يكون انه يصير امن وسلام في المنطقه وترجع سوريا مثل ما كانت سوريا السريان مثل ما كانت قبل الاف السنين، بلد الحضارة وبلد المدنية وبلد الثقافة. أقدم أحر التهاني القلبية لأخونا يعقوب على عيد ميلاده الـ50، أتمنى له باسمي وباسم الجميع العمر الطويل والـ100 سنة، وإن شاء الله الكل يلتقوا في العام العيد الـ100 سنة موجودين إن شاء الله كمان في هاللوكال، وألف شكر للجميع. شكرا لكم. اهلا وسهلا فيكم جميعا باسم آل بيت بلقو، خاصة يعقوب بلقو حبيب بلقو المرحوم، باسم عائلة بلقو كلها ارحب فيكم. طبعا على طلب الاخ يعقوب بلقو في يريد يقدم الأخ سمير نرمو، يقدم له مثل ما قال تقدمي من قبل مثل ما قال للأخ يعقوب بلقو تقدمي من وزير الثقافة في سوريا. أهلا وسهلا بك. بمناسبة عظيمة على قلوبنا وعلى قلوب جميع السريان في سوريا، قبل ما أبدأ بكلمتي هذه أشكر الدكتور جمرة حنا شيعة الكاتب والفنان والشاعر السوري السرياني في نوشوبين. أهلا وسهلا بك. في بداية كلمتي كل عام وأنتم بخير بميلاد مخلصنا يسوع المسيح، أتمنى أن تكون ولادته حقيقة في قلوبكم وفي بيوتكم وفي
والمحبة، وأعظمها المحبة. المحبة تبني ولا تبغى. والسيد المسيح أتانا بمثل عظيم عندما ولد في مزود حقير كان يتربى فيه الأغنام. فها هي الحياة التواضعية الحقيقية التي تشيرنا إلى الخلاص الحقيقي. إن سيد يعقوب برغو إن تكلمنا عنه قليلا لا يكفي أن نتكلم عنه شهورا أو أيام بل سنين. وأقول أيضا لا تكفي لك يا فنان العظيم. إن هذا العمل لن يأتي من فراغ، ولكن أتى من إصرار المحبة الذي أعطيتها لوالدتك العظيمة عندما رحل والدك وتحملت الأمانة الكبرى. تحملت بكل إصرار، تحملت بقوة الله. وإن كان هذا الشيء يدل على محبة الله ورضاء الوالدين، رضاء الله معك ورضاء الوالدين معك ورضاء الأخوة معك والأخوات وكل من يحبك وكل من يعرفك معك. إنك ركبت السفينة في تلك الأيام عام 1980 والأمواج تخاذفك يمينا وشمالا، وأصرت وأبيت أن تنقذ الركاب والسفينة إلى بر الإيمان. أي أقصد بذلك اليوم إن في ذلك التاريخ كانت حياتنا فقر وتعب وبؤس. أقصد السفينة بالفقر، أقصد السفينة بالفقر. أخي الكريم، إنني أنحني ومئات المرات أنحني لأقبل أيادي البطل الذي أنجبت لنا يعقوب برغو. أيها الحضور الكرام، نتمنى لكم سهرة مليئة بالحب والفرح بعيد ميلاد فناننا الموهوب يعقوب برغو الذي دعاكم لتشاركونه بعيد ميلاده الذهبي 50 عاما. وكما نتمنى لك طول العمر. اسمحوا لي أيها الحضور الكرام أن نشترك مع بعضنا البعض لكي نكرم هذا الفنان الموهوب يعقوب برغو، حيث إن الله أعطاك هذه الموهبة منذ أن كان عمرك لا يتجاوز 10 سنوات، حيث إن الوطن يشهد لك هذا، وخاصة مدينتك المالكية. وعندما أشاء القدر أن تأتي إلى أوروبا وخاصة السويد، عملت في جد ونشاط وفي جميع المجالات، وكان أكثر اهتمامك في مجال الرسم، حيث إن كنائسنا السريانية في السويد تشهد لك هذا. أبدعت بالرسم، أبدعت برسم اللوحات للقديسين، منها ما قدمتها مقابل
مقابل شيء بسيط مقابل العمل. ومنها وأكثر ما قدمتها تبرع على رحمة والدك حبيب الله. ومن خلال المسؤولية المعطاة لنا قمنا بمهاتفة سيادة سفير الجمهورية العربية السورية ميلاد حداد وسعادة وزير الثقافة الأستاذ عصمت وأعلمناهم بهذا التكريم. وكما دعا السيد الوزير وزير الثقافة دعاك لدعوة رسمية لزيارته في سوريا في الشام لزيارته في مكتبه ليكرمك التكريم الحقيقي أمام التلفزيون العربي السوري. وفي النهاية لا يسعني وأنا نادم على هذا الوقت. كنت أتمنى أن يكون لي وقت طويل وقت يسعني أن أتكلم عنك، ولكن الجميع يعرفك أكثر مني. وفي النهاية رئيس رابطتنا الرابطة العربية السورية في يوتيبوري الأستاذ عبد الأحد من مدينة القحطانية بحيث نحن نمثله هنا في نورشوبين يتمنى لكم طول العمر. والسلام عليكم ورحمة الله. وليتفضل الأستاذ يعقوب بلقو ليستلم الوسام التكريم. هاي رسمة الفنان يعقوب بلقو. كل عام وانتم بخير. لا تأخذوني انا ما راح احكي مثل ابو غاندي اجا هيك حكي حلو تحكي شيء اعرفه انا. ومثل الدكتور جبرة يعطيه العافيه هيك حكي انا تحكي شيء اقدره. بس انا اشوف هيك محبتكم لالي في عيونكم هذا تكفيني. وهاي اليوم قعدنا مع بعض يعني تسوى مال الدنيا كله. والاكثر كنتوا انبسطتوا فيها لما شفتوا اولادي حملوني وانا طير. يعني احسن ما انا اكون ميت ويحملوني ويطلعوا على قبري. هاي كان احلى شيء في حياتي. والاحلى انه وجودكم معي. والاحلى شيء اللي اعرفه انا اقدر اسويهم اقدر ارسمكم كلكم مطارنة قسام ايش تدري اسويكم؟ ايه بس بقدر احكي كويس. ايه يعني لا تحزنوا خلوها بساطة طبيعية أطيب شيء منها ما في. إيه الأعرف لقيته مرة حلوة قلبه طيب عندي أيام طيبة قلبه كبير عندي أخوة كواس عندي أصدقاء لقيتهم على كيفي ومحبين. ما في صوت؟ إيش أسوي؟ صوتك إيه مرة بلا صوت يعني سم بلا سين مرة صوتها وقع ما تقدر تحكي سم بلا سين. اطيب شيء ما حد يكون عنده مرة بلا سين. ولا تسمع ولا هذا اطيب شيء له بلا اسنان بلا عينين وبلا سم. اطيب شيء في الحياة لما الواحد يكون مرة على كيف وقلب طيب. ها لازم يكون قلبه طيب ومسامح. هذا احسن شيء. وعندي اولاد يعني ما اعرف ايش خلق كواس اشوف حالي في الدنيا فين. واصدقاء من كل النواحي هيك كاري في عينين كلتها وجيران احلى جيران. اي والله يعني شنو اقدر اقول لكم كل عام وانتم بخير
والله يبسطكم، واتمنى احضر عيد ولادكم واولاد ولادكم وفرحتكم ال 100 سنه كلها. جيراني كلها هون، احلى جيران، احلى جيران، جيران اما يفتح سمه ويوقف. وشغلان تيل او برشلونه، او احلى برشلونه، احلى برشلونه ام دافيد، احلى برشلونه ام دافيد، احلى طبق، احلى رز تقصه بالسكينه. وشكرا وينعاد عليكم بالافراح، وانتهزنا الفرصه في يوم عيد الميلاد. انا ما كان عيدي اليوم، كان بعد يومين ثلاثه يوم 28، بس حبيت اعيد مع المسيح ونعيد مع بعضنا كلنا. انتهزنا الفرصه وشكرا على حضوركم، فعلا انا انبسطت بوجودكم. än den som gör fel, men vi vill komma fram till att vår pappa är ovärderlig. Ja, okay. Vi kan inte beskriva vår kärlek med ord, men du är värd allt på jorden. Vi älskar dig från alla barn. Yusuf Hussein för mera tänk. Och här blåser vi hand och hand. طبعا في ضيوف معنا نرحب فيهم، الفيلا شوك اهلا وسهلا فيه، هناك مطعم التينو اهلا وسهلا فيه، نرحب فناننا بسام دوما اهلا وسهلا فيه، اهلا وسهلا فيه بيناتنا، والفنان ماجد بلقو اهلا وسهلا فيه بيناتنا، والبراديس قدم له تحيه على هالتقديم الحلو وان شاء الله بالتوفيق. انا عملنا كم موال هيك الى انت عم تتعشى، اهلا وسهلا فيكم. هاي ابو دابي للحبايب شو بدي يا طير.
الناس الرايقة اللي بتضحك على طول، أما العالم المتضايق أنا لا أنا ليش في دور. وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول، أما العالم المتضايق أنا لا أنا ليش في دور. وماليش في الدمع لا ولا في الناس الشيال، اللي
Yeah, let's see.